بسم الله الرحمن الرحيم. في 9 فبراير عام 2015 تحديدا تم تطبيق قانون المرور الجديد في مملكة البحرين برفقة اللائحة التنفيذية للقانون ليكون نافذا مشهودا للجميع. وللأمانة فقد شهدنا تقدما ملحوظا على مستوى الحركة المرورية واحترام الأنظمة وما جاء في قانون المرور الجديد، وذلك في الفترة الأولى بعد صدور القانون. إلا أن الطبع يغلب التطبع، فقد عاد الكثير من السواق إلى سلوكهم القديم الذي يضرب القانون بعرض الحائط. تجاوز للسرعة القانونية، تجاوز للإشارة الحمراء، استخدام أطراف الطرق للوصول بشكل أسرع، عدم استخدام حزام الأمان. أما في الطرقات الصغيرة فلك أن تتخيل المخالفات المتعددة جراء الوقوف الخاطئ والاستعراضات، خاصة عند البرادات والبقالات ومحلات بيع الشاي التي أصبحت منتشرة. الوضع المروري لا يليق بنا ولا يشعرنا بالأمان على أنفسنا وعلى أسرنا، مع كل ما تقوم به الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية من جهود كبيرة في مختلف المناطق حفاظا على السلامة المرورية. هكذا كانت قيادة السيارة في البحرين، فن وذوق وأخلاق. نعم، فقد تجسد هذا المنطق الذي طالما سمعناه عن فن قيادة السيارة في مختلف شوارع البحرين، سواء الرئيسية أو الفرعية. لقد كان الفرد منا آمنا على نفسه وعلى أبنائه من أي نوع من الحوادث المرورية التي كانت تقع بنسب ضئيلة، ومن سواق قلة يتجاوزون بعض القوانين والأنظمة المرورية في ذلك الوقت. احترام الآخرين على الطرقات كان سمة عند السائق البحريني في المفارق وعند خطوط المشاة وأمام المدارس، وكان السائق البحريني يعي تماما بأهمية احترام الإشارة الضوئية التي يمكن أن يتسبب تخطيها إن كانت حمراء في إعاقته جسديا أو موته لا قدر الله. ولم يكن السائق البحريني في حاجة إلى مراقبة رجل المرور أو المراقبة الألكترونية كي لا يقوم بمخالفة القانون، حيث كانت رقابته الذاتية تملي عليه الالتزام بكل القواعد القانونية للمرور. سابقا ما كانت مثل هالأمور موجودة، كان في احترام، وبالفعل كان التعاون موجود، كانت السياقة فن وذوق في شوارعنا. ولكن حاليا اختلف الأمر، وقاعدين نشوف يوميا مشاهد غير جيدة، مزعجة، مؤثرة، وأحيانا تتسبب في حوادث مميتة، ونخسر شباب ونخسر أحبة. وبنظرة سريعة عن مستوى قيادة السيارة في الوقت الحاضر، يمكننا أن نشعر بمدى التراجع الواضح الذي شهده مستوى قيادة المركبة في البحرين. كثير من السواق يرجع السبب لزيادة عدد المركبات الازدحام، قلة وجود شوارع رئيسية وجسور، وما إلى ذلك من التبريرات التي لا أساس لها. في اعتقادي الشخصي يمكن سياقة السابق كانت أفضل في الماضي، يمكن لقلة الحوادث في ذيك الفترة، مع أن الأنظمة والقوانين كانت في السابق كانت بشكل أقل، ولكن في اعتقادي الشخصي ربما كان الوعي في السابق كان أفضل من الحالية. ربما يمكن تطور التكنولوجي والتلفزيوني والأجهزة الإلكترونية ربما ساعدت كثيرا على الحوادث الآن بشكل أكبر. بشوف أن حركة المرور في شوارع البحرين حركة مميزة جدا، بيغلب عليها الهدوء في معظم أوقات النهار، فيما عدا طبعا ساعتي الذروة الصباحية والذروة المسائية وفي الصيف، وطبعا يوم الخميس بيبقى ذروة معظم أوقات المساء. لكن في النهاية احنا بنؤكد ان شوارع البحرين بتحقق فرصة لمن يهوى قيادة السيارات بأمان أكثر من أي بلد تانية. إن الالتزام بقواعد قيادة المركبة يحتاج إلى ثقافة ووعي وإدراك شخصي من السواق مستخدم الطرق كي يتحقق الأمان في الطرقات،
بل يحتاج إلى الشعور بالمسؤولية تجاه أفراد المجتمع الذين أصبحوا لا يطيقون قيادة مركباتهم ولا الاستمتاع بها، نظرا لوجود أشخاص يصرون على مضايقتهم من خلال مخالفتهم المستمرة لقوانين المرور وأخلاقيات القيادة. أهلا بكم في هذه الحلقة التي تم تخصيصها إلى ثلاثة محاور رئيسية. سوف نتكلم في المحور الأول عن موضوع قيادة المركبة، بالإضافة إلى استخدام الدراجات النارية من قبل الشباب التي ليس لها علاقة طبعا بتوصيل للمنازل. اسمحوا لي أن أرحب بضيوف. مساء الخير، ببدأ مع الرائد أسامة بحر. مساء الخير رائد أسامة. شفنا في التقرير وعلى مستوى الواقع نحن نرى كل يوم مخالفات جسيمة. طبعا بداية نسجل شكرنا وتقديرنا لرجل المرور وللإدارة العامة للمرور على جهوده الكبيرة. ما الذي أوصل بنا إلى هذا المستوى مع وجود قانون جديد للمرور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يرد جنودنا البواسل بالسلامة. الله يسلم البحرينيين. آمين. قد أختلف معاكم أو أتفق معاكم، خلنا إحنا نعرضها في أرقام. إذا كان شارع مثل شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الحركة اليومية 140 إلى 160 ألف سيارة في اليوم، كم حادث فيه؟ شارع الشيخ عيسى بن سلمان في 120 ألف سيارة في اليوم، كم حادث فيه؟ تتكلم اليوم في البحرين لي أمس موجودة على شوارع البحرين 598 ألف سيارة، ناهيك عن ضيوفنا السياح. في البحرين اليوم 805,000 ليسن، منهم 25 ألف رخصة حق الموتر سيارك. فإذا بتحسبها نسبة وتناسب، إحنا قاعدين بتحسبها على دول الخليج، بتحسبها على دول الشرق الأوسط، بتحسبها على أي قيمة على رقم، بنكون إحنا يعني مرتاحين. هذا الشيء لما بالمناظرة بالملاحظة البسيطة الواحد يتضايق لما يشوف بعض السلوكيات الخاطئة، هذه أكيد. أنا أدل إن هناك غيرة، هناك ولاء للوطن، الناس تبي ترجع نفس قبل. بس إذا رجعنا حق أرقام، العام الماضي كان في 61 وفاة، في عام 86 كان في 86 وفاة. فاحنا قاعد نتكلم عن يعني تشوف عدد المركبات، مثل مشروع الإصلاح لجلالة الملك أنت على سنة 2002 في البحرين في 270 ألف سيارة، نقول لك الحين اليوم من يعني الشهر الجاي يمكن نوصل 600 ألف سيارة، ومع ذلك الأعداد الوفيات قاعدة في رقم. احنا يعني للأسف يعني لا تخلونا نرد على أرقام إنها هي شيء بسيط، لأن أي وفاة أي إصابة بليغة هذه شيء كارثة بالنسبة حق الأهالي، بالنسبة حق الكل والطرفين. ترى لما نتكلم عن حادث وفاة احنا قلبنا مع يعني أسرة المتوفي، يعني متوفي في الشارع، فإذا هما متوفي ولدهم في مستشفى ويدرون أنه هو كبير في السن بالنسبة لهم صدمة، فما بالك مسلم متقدي وطالع في حال سبيله وياك مثل ما شفت من المستهترين ولا المتهورين. تونا نسمع على الإذاعة الآن على الإذاعة الأفهم 93.3 واحد يقول أنا آخر مخالفة لي ماسكين 220، يعني في نسبة استهتار، في نسبة استهتار. خلنا مع الاستهتار مقارنة بوجود قانون حضاري. القانون هذه لبى احتياجات السلام المرورية وأيضا حافظ على 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 شكل الإدارة العامة للمرور وحقوق السائق. والله سامي ما نطمح حق شكل الإدارة العامة للمرور ولا نطمح للمخالفات، احنا لازم نطلب من الجميع. الفرق بين السلام المرورية، موضوع السلام المرورية يختصون بالكل، ولي أمر، طفل، مدرس، حارس مدرسة، الكل هاي سلامة مرورية، سلامته الشخصية. وبالنسبة حق تنفيذ القانون، هاي مسألة تخص الإدارة العامة للمرور وهي مو مقصرة، مو لأن أعمل معاهم، بس ترى يعني هي ما تبحث، لا الجهود واضحة ندري فيها، ما تبحث عن مخالفين، بس يعني هذه النقطة ضرورية. يعني الجريدة من خلال أسبوع تقول أنتم تبحثون عن الناس اللي تقبضون عليهم، قل لا والله الناس هم يجون يخالف جدامك. صحيح. عشان يقول سلم روحه. صحيح صحيح، شكرا لك. شؤون قانونية معانا الأخ نقيب خالد بوقيس، رحب فيك. الجوانب القانونية اللي كفالها القانون الجديد للمرور نتحدث عنها قليلا. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكر التلفزيون البحريني تحت هذه الفرصة لنا. شكرا لك. لحنا من خلال نقدر نوصل بعض المفاهيم المرورية
وبعض الأشياء اللي فهمها الجمهور والرأي العام عن قانون المرور بشكل خاطئ. نعم. البعض يراه من منظور سلبي، ألا وهو قانون جباية، هو قانون سلامة مرورية، مقام الأول أو هدفه اللي ينشد له الغاية الأسمى الحفاظ على سلامة الناس، كل مستخدم الطريق العام، كل مشتغل في المجال المروري هدفه شيء واحد، أن أنت وأي واحد غيرك يرجع البيت سالم. صحيح. أن الوضع المروري يكون وضع آمن. أخلاقيات استخدام الطريق العام لابد أن تتنامى. بالتالي قانون 79 مع تطورات استخدام المركبات، مع تطورات زيادة المركبات، زيادة الطردية في عدد المركبات، زيادة الطردية في أعداد الحصول على رخصة قيادة، يقابلها نفس ما تفضل سيد الرائد سامة قال معدل الحوادث لم يتوافق مع هالزيادة الطردية، بل حافظنا على مستوى معين. إذا احنا الوضع المروري الحمد لله، احنا نقول لا ايضا نبي ايضا وضع المرور يكون افضل ان شاء الله. لذلك بتوجيهات معالي وزير الداخليه تم تغريم مشروع قانون المرور للسلطه التشريعيه وصدر من السلطه التشريعيه ودخل حيز التنفيذ في 8 فبراير 2015. نعم. طبعا اللي يمكن الاستاذ الهدف او الغايه منه تغليظ العقوبه. تغليظ العقوبه ليس للضبط. تغليظ العقوبه للاتعاظ. حتى يكون الشخص قبل يرتكب مخالفة المرورية يفكر قبل ارتكابها، بالتالي ما يكون عرضة للمسائل القانونية قد ما يكون راجع. صحيح. لا، يمكن هذه أسمى أهداف قانون المرور الجديد. بعدين يعني لما تطلع على يعني قيمة القيمة النقدية للمخالفة ترى يعني مو كبيرة لو كان القانون أو مثل ما قال رائد أسامة أن في ناس يرون أو يعتقدون بأن الإدارة العامة تلاحقهم ماليا، كأن يعني أن غلطوا عشان أنا أخذ منكم فلوس، مثل ما قال لك أغلط. وعموما في بلدان أخرى يعني قيمة المخالفة أكبر بكثير من البحرين. يعني إذا بوضح جزئية نفس ما تفضلت، بعض البلدان توصل مخالفات الوقوف 9 ضعف مخالفة الوقوف عندنا، 9 ضعف. لكن احنا نقول ايضا هدفنا احنا السلام المرورية، ووجدنا قانون يحاكي الاوضاع في البلد. طبعا ما يكون غير عقلاني قانون. صحيح. بالعكس احنا راعينا في العقلانية حتى في مقدار العقوبات، لان العقوبة لازم تكون مؤلمة والا ما لا لا, لا, لا تؤدي غرضها للرد والزجر. صحيح. لكن لازم ما قلت استاذ اصحح مفهوم، ابي الناس شوي تاخذ مفهوم ثاني. احنا قلنا المخالفات، لو ننظر مثلا المخالفه قبل قانون المرور كم مخالفه اضبط؟ نوع من انواع المخالفات 1000 مخالفه، مع قانون المرور الجديد اضبط اقل 200 مخالفه. لو الواحد يتفكر القيمه النقديه العائد اقل من قانون المرور اقل، لان ليش؟ انا ابدا اقلل ارتكاب المخالفات، مو بهدفي القيمه. صحيح. هدفي النزول في ارتكاب المخالفات حتى القيمة تقل. بس هدفي الأسمى نفس ما قلت السلام المرور. شكرا لك ملازم أول أحمد، مساء الخير. تعطينا يعني إحصائيات عن المخالفات وأنواعها. نتكلم عن المخالفات وأنواعها، احنا نشوف اللي يعني مثل ما شفنا في التقرير اللي يستخدم أطراف الشارع، حزام. طبعا في البحرين ما حد يستخدم سيجنير، قلائل اللي يستخدم سيجنير، ويعتمد على ايش كثر ان انت تفهمه يعني يعني عرفت فكره عنه. فتعطينا نسبه احصائيات عنه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اذا بنتكلم عن الاحصائيات عن المخالفات المروريه وارتكابها، ويوميا قاعد نشاهدها اثناء المراقبه المروريه على شوارع مملكه البحرين، وخصوصا في اوقات الذروه الصباحيه والمسائيه. طبعا تختلف أنواع المخالفات، سواء من تجاوزات ومن عدم استخدام الإنارة اللي هي السيجنير، أو تجاوز الإشارات الحمراء أو السرعات. طبعا احنا رايحين وقاعدين نطبق حملات مرورية متنوعة حق ضبط هاي النوع من المخالفات المرورية، واللي طبعا هي في الغالب تؤدي إلى حوادث مرورية. للأسف في أرواح قاعدة تروح بسبة هاي المخالفات، اللي الواحد ساعة ما يحس إنه هو إنه هي بتوصل لهالمرحلة. فعندنا تقريبا
بشكل يومي نرصد ما لا يقل عن مئات المخالفات المتنوعة. يعني يوميا نحصل تقريبا أكثرها التلفون أم الحزام؟ حزام السلامة وتلفون نقال يطغى على باقي المخالفات. السرعات موجودة، استخدام الهاتف موجود، بس طبعا في نسبة وتناسب بين كل المخالفات اللي وضحته. طيب برجع للرائد أسامة قبل ما أروح حق صلاتنا. رائد أسامة، موضوع المدارس، الحركة المرورية أمام المدارس، احنا عندنا اسمح لي أبو خالد عن المخالفات بعد اذنك. المخالفات نفس ما قال أخوي النقيب خالد، لو كانت هي الفكرة في نظر الناس أنها اقتصادية، ترى القانون الجديد نزل الأرقام، يعني في مخالفة مثلا كسر الإشارة الحمراء قلت بنسبة 73%. شلون؟ كم كانت أول؟ الأرقام احنا لا نفخر بالأرقام، موجودة عندنا الأرقام وشخطنا عليها، لأن ما نبي احنا نقول الأرقام، مو كسر مثلا، لأن هي مو احنا اللي نبحث، مو الهدف يعني. لا مو الهدف، احنا الهدف ان الناس تسلم. احنا قال لك الملازم أحمد ان ترى كل مخالفة في الغالب وراها حادث وفي الغالب وراها إصابة، فاحنا اذا يعني ضبطنا المخالفة ترى بالتالي احنا الله سلمك من حادث. فلو احنا جينا على الإشارة الحمراء قلت 73%، إذا قارنا 8 فبراير إلى 19 سبتمبر 2014 ونفس المدة في 2015. طيب 73%. احنا بنشوف بعض اللقطات، بس خلينا أرجع إلى موضوع الازدحام الصباحي وفي فترة الظهيرة أمام المدارس. أمام المدارس خصوصا المنطقة وانت رايح المرور من الجهاز المركزي للمعلومات، تلاقي للأسف مو بحرينيين، السواق الأجانب يعبرون حتى الرصيف، يقول لك أنا ليش أدش داخل، بعبر الرصيف وباقف، مع أنه في شارع فرعي مسويين حق الوقوف، أهو يخبط لأنه عنده لاند كروزر، سكويا، عنده جيمس، عنده ما أعرف إيش، يخبط. طبعا راعي الحلال ما يدري عنه، بس ما للأمانة ما قد شفت مروران هنا، مو معناته هاي تقصير، ولكن يعني لما يعني هناك مجموعة من المخالفات اللي تصير عند المدارس حتى من أولياء الأمور، مو بس السواق. يعني تحت الهواء قلنا لك أن في حملة كانت حق العودة للمدارس مدة 3 أسابيع، فكان من ضمن الحملة أن احنا نقعد مع المدرسين. قعدنا يوم الخميس مع الموجهين ومدراء المدارس، فانقلوا لنا ذي الملاحظة أن المنطقة التعليمية إذا يجي من الإحصاء بيدخلون على المنطقة التعليمية هنا في تجاوزات. هذه كان يوم الخميس. اليوم أتوقع أن راحت المشكلة. العقيد علي نعيمي رتب، وإحنا يعني ما ودنا أن في كل مكان يوقف شرطي، نفس اللي قال التقرير، نبي الرقيب الذاتي، لكن مع ذلك أنت تحصل لك 2-3. يعني نبشر المنضبطين في الحركة المرورية أن ترى ذولي قاعد في دوريات مدنية ترصدهم. حلو. في مخالفات غيابية تروح، ما أدري الموضوع يحرق القلب، وهذه اللي يقول هالكلام أدري ما يقول إلا يعني من غير على الوطن، لأنه يعني السياقة من قبل كانت على كنا مثال في المنطقة ولا زلنا الحمد لله. يعني في مرة كانوا زايرين سعادة مدير عام المرور مجموعة مدربي السياقة، يقول عن طيار خليجي مع طيار بحريني، راحوا نيويورك، ذاك عنده ليسن دولي ما عطوا سيارة أجار، والبحريني ما عنده ليسن، تخيل في أمريكا في نيويورك يعطوا. فأنت إذا كانت سمعة السائق البحريني بهذا في كل الخليج، ترى يعني صح. أنت لو مسك أي شرط مرور في الخليج يجيك على بحريني يقول أنت مثال. طيب. فيحرجك. في مجموعة طبعا من اللقطات اللي نشوفها يعني مخالفات مستمرة للأسف، وهي سلوكيات مثل ما قال نقيب خالد. عبد الأمير مساء الخير، رحب فيك عبد الأمير. أنت علاقتك بالحركة المرورية قوية وأنت من المهتمين والمتابعين، قيم لنا الحركة المرورية من بعد صدور القانون. بسم الله الرحمن الرحيم. والله وش أقول، يعني الحركة المرورية صارت للأفضل، بس أنا في وجهة نظري قاعد تصير المشاكل، لأن أغلب الأشخاص يطلع مثلا دوام خلنا نقول الساعة 7، يطلع عليك قبل الساعة 7 10 دقائق بربع ساعة، أنت لازم تطلع قبل الفترة، يعني على الأقل شيء نص ساعة على أساس تحسب، أنت لا أنت احسب الشارع شو قاعد بصير فيه،
يمكن يكون في تعطيل مروري، يمكن يكون في حادث، يمكن يكون في، فهذا يخلي الشخص اللي هو طالع حق العمل يحاول بقدر المستطاع يبي يوصل بسرعة، لا يحاسب للشخص، وتلاقيه يتجاوز ما بين السيارات زين، وفي هذا الأثناء يمكن يتجاوز كذا حادث يصير، هو تلاقيه متجاوز مثلا واحد سياقته ضعيفة، يضطر أن هذا الشخص يرتبك في الشارع والسبب حادث وعطل له مصالح الناس كلها اللي رايحة دواماته في هذا الشباب الوقت. الشباب بالفئة العمرية من 18 سنة إلى خلينا نتكلم عن 30 دائما ما توجه لهم الاتهامات، وصحيح هم أكثر يعني الاستعراض، العناد، في عناد في الشارع، في استهتار، في عدم الالتزام، يعني يقول لك شنو ايش تبي، ليش اطق لك سكنير، مو ملزوم انا اطق لك سكنير، وكان على اساس انه هو يعني فوق الله يكرم السامع بعير يعني يتعامل مع السياره بهالشكل. واكثر الحوادث تسبب منهم، اكثر الحوادث، اكثر الحوادث بحكم الرصد للشارع والتصوير الحوادث، اكثر الحوادث تكون سببها الشباب، يا طالع على شخص كبير، يا طالع على بنيه مثلا سياقتها توها ضعيفه. فكثير كثير ومن تشوف يجي المرور يبي يسوي التقرير سيده شو السبب، تقول لي طالع علي واحد وواصل دربه ما وقف حتى يطلع ايش كان ايش سوى من مصيبه على اساس يتابعها، يطلع على السياره يخلي الحادث يمشي ويطلع. كثير كثير هاي الشيء. طيب قبل ان ننتقل للمحور الاخر، انا عندي اثنين من رابطه ملاك هارلي ديفيدسون فرع البحرين، مساء الخير، رحب فيك، معنا عبد الله الخليفه ومعنا طبعا الاخ احمد الخزاعي. انتم من هواة وسواق الدراجات الناريه. اي نعم. علاقتكم بالمرور اول شيء كلمونا عنه. والله اول شيء يقال انكم مستمعين جيدين للقانون وقارئين جيدين للقانون المروري. الحمد لله، طبعا شرف لنا انه يطلع من المرور ان احنا قارئين جيدين للقانون. اول شيء طبعا ما يصير شيء بدون الاحترام. صحيح. احترام القانون، واذا المرور شافوا في تجاوب بين الطرفين بيسهلون لك كل اللي تحتاجه، وطبعا هذا شيء اثبتوا لنا، واحنا مجرد الحين نقدم رساله يردون علينا ويحترموننا ك ك ك كفريق كنادي، لان من البدايه احنا قدرنا مكانتهم في المجتمع. صح. واحترمنا جهدهم اللي يسوونه في انت تكلمت قبل ان نبتدي البرنامج عن لما تطلعون مجموعه. نعم. بتصريح طبعا من الاداره العامه. نعم. طلعوا مجموعه وشلون التناغم وشلون قراءه الشارع والانحراف او اتخاذ المسار الايمن او الايسر. نعم. لما تطلع بروحك. نعم. انت بروحك طالع على الدراجه مالتك بروحك، ايش كثر عندك مرونه اكثر، وايش كثر انت تتصرف كما تتصرف لو كنت مع المجموعه؟ طبعا اذا اطلع بروحي بيكون الضغط اخف طبعا، لان انت انا بنفسي كشخص في الرابطه انا مسؤول من جهات، مو بس المرور، يعني انا الرابطه مكونه من مليون و200 اكثر من مليون و200 الف عضو فيها، وفي قانون حول العالم. حول العالم. نعم. واحنا نتبع القانون اللي اعطونا اياه الرابطه، احنا مثل ما قلت لك اكبر رابطه في العالم، وهذا القانون احنا اذا نتبعه بالطريقه الصحيحه طبعا يرجع لنا ويرجع حق البحرين، لان في تغطيه اكثر من تغطيه وطنيه، تغطيتك من خارج البحرين يشوفون والله البحرين يعني هم مع القانون، يعطون ال يعني الدورات الصحيحه. نعم. حق الدراجين، يعني احنا همنا ان احنا الدراجين سائق الدراجه الجديده اللي ياخذ دراجه جديده احنا نحتضنا ونجيب ونعلم الاشارات، طبعا مثل ما تفضلوا وقالوا في لغه بين سائقين السيارات، احنا في البحرين والله في كسائقين دراجين في لغه لنا بعد. صحيح. اللي هي الاشارات ومتى تخفف تخفف حركه اي وتوقف، بس طبعا في فريق السلامه والله فريق طريق، هذول الناس خذوا كورسات يعني احنا عندنا
كرابطة عندنا نكلم مكتب الشرق الأوسط ولا نقول لهم احنا نبي نسوي كورس في البحرين. المكتب الشرق الأوسط يتعاملون مع الشرطة الملكية الهولندية، يرسلون شخص، طبعا كل التكاليف احنا ندفعها وبعدين نقسمها على الموجودين هنا. احنا جمعية غير ربحية، فطبعا الفلوس اللي تدخل من التدريب ترجع في حلو الالتزام بالنظام صح؟ اي نعم وايد حلو. لانه يرجع النهاية يرجع طبعا. احمد مساء الخير. احمد انتم كسواق هارلي، خلينا نسميكم سواق هارلي او الرابطة، لما تشوفون الاستهتار من للاسف شبابنا في الشارع من سائقي الدراجات النارية، امس او اول امس سجلت بعض الكاميرات او الاخوان يعني اللي وصلني قمة في الاستهتار، رجل مرور محترم قاعد كأنه يحميه وهو يستعرض، كأنه يحميه وهو يعاند يعني، بس ليطاح عقب بتبجبج وبتبجبجون اللي حواليه. زين المشكلة في عدم وجود وعي تجاهي أنا كشخص، يعني 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 كيف تتعاملون وياهم في الشارع ذلين؟ ماذا تقول لهم؟ هل أهم بعيدين عنكم وأنتم بعيدين عنهم، أم أن أهم بس ضاربين بعرض الحيط كل شيء ويقول لك لا إحنا بنمشي بالطريقة اللي نبيها وما لنا شغل لا بالرابطة ولا بالمرور؟ ليصادوني يصير خير. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر استضافتكم أستاذ سامي. بالعكس شرف. الله يسلمك. طبعا إحنا نواجه مشاكل كثيرة يعني في الشارع، في من مستخدمي الشارع مثل المركبات وكذي، فإحنا قد ما نقدر من كقائدين دراجات نتفادى، طبعا لان في النهايه اذا ما تفادينا احنا بنكون في الخساره، فاحنا نتفادى قد ما نقدر المستهترين بالشارع او اللي يتجاوزون من غير اشارات ومن غير وعي. فاحنا كقائدين مجموعات عندنا بعد في 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 الشارع لما نطلع على الشوارع العامه او الشوارع حتى الفرعيه، فعندنا بعد في جميع الجهات عشان نحمي نفسنا ونحمي المجموعة اللي معانا. جميل. ف يعني طبعا في مشاكل كثيرة مثل ما تفضلوا تفضل الشيخ فيها، بخصوص الناس اللي ما عندهم وعي ولا عندهم يعني التزام بالقوانين. يعني مهما كبرت الدراجة النارية أو صغرت، أنا لازم ألبس الله يكرم السامع حذاء صحيح. طبعا أي الهلمت أي. انزين ساعات فيك واحد لابس كبوس، هاي كبوس يسوي يعني ما يحميك يعني، او تي شيرت حفره او يعني، انا اعتقد ان هذه السلوك يعني شلون تطلع انت من بيتك كذي يعني. صح طبعا كمجموعات والنوادي يحثون على هالشغله هذه، ان ينصحون الدراجين وبعضهم يمنعونهم اذا كان جاي بيشارك في المجموعه، يمنعونهم انه يطلع بالدراجه بهاللبس، يعني لازم يكون انه لابس الخوذه والحذاء والقفازات وحتى البنطلون الطويل، يعني ما يكون لابس بنطلون قصير او شيء. احنا اليوم على موعد مع سواق الدراجات الهوائيه والناريه الوافدين اللي يعملون في المطاعم والكافيتريات، بس في محور اخر يعني. عموما عبد الحكيم الشمري مساء الخير، ناخذ وجهة نظرك عن السياقة قبل أن ننتقل إلى المحور القادم. بالنسبة حق سياقة البحرينيين بصفة عامة، طبعا معروف حتى الشباب السعوديين أو الخليجيين بصفة عامة لما يجون البحرين يلتزمون بالأنظمة، لما يرجعون يتفكرون فيما بينهم يقول شو أنت البحرين ملتزم ترجع تأخذ سلوك يعني آخر. صحيح. أخي الكريم، خلينا أول شيء نعطي بعض الحقائق. تكلمت عن قانون المرور، هذا القانون جلس في أروقة مجلس النواب ما يزيد عن 5 أو 6 سنوات، يمكن الإخوان يصححون، لم يخرج إلا بعد يعني تمحيص قوي جدا. ومجلس النواب لما كنت موجود فيه كنا حريصين أن تكون العقوبة رادعة حتى نحفظ الأرواح والأموات. صحيح. الأمر الآخر، هندسة الشوارع في البحرين بحكم ممارسة البحرين لنظام المرور منذ القدم تعتبر متقدمة، إلا أن في بعض التقاطعات وبعض المنافذ ما زال هناك نوع من العوار في عملية التصميم، وأعتقد المرور يعملون مع الأشغال في هذا الجانب. الأمر الآخر، يجب أن نعي بأن اليوم السيارة أصبحت متطورة وتمتلك أدوات تحثها على القيادة بسرعة.
أيضا الطرق أصبحت واسعة والتقاطعات أصبحت بدل إشارات أصبح فيها جسور وأنفاق، مما ساعد الناس أن يعني يقودون السيارات بسرعة وأن يعتقدون بأن كل شيء مضمون أمامهم، ما يعتقدون أن هناك أخطاء قد يدفع هو ثمنها في المستقبل. شكرا لك على هذا الإيضاح. الموضوع الآخر في حلقة هذا المساء يتعلق بحركة الشاحنات وسلوكيات سواقها. هذه المركبة الكبيرة أصبحت هي الأخرى تسبب قلقا لسلامتنا على الطرق الصغيرة والكبيرة، فمع كل الضوابط التي وضعها قانون المرور إلا أن الالتزام بات شبه معدوم، فسائقوا عليه مسؤولية النقل أيا كان الأسلوب، المهم هو أن يصل بالحمولة إلى الجهة المعنية. على الرغم من اشتراطات الدورات التدريبية والتأهيلية من قبل الإدارة العامة للمرور لسواق الشاحنات في مملكة البحرين، إلا أن بعض سائقي الشاحنات لا يحمل الوعي الكافي بالالتزام بالقوانين المرورية المعمول بها في المملكة كتجاوزات الطريق أو وجود أعطاب فنية في الشاحنة أو عدم كفاية إجراءات الصيانة أو استخدام الهاتف النقال وعدم استخدام حزام الأمان. نصادف مثل هالشاحنات هذه في طرقنا العامة حقيقة، المفروض أن يكون لها هذه خصوصا للسائقين الشاحنات كلهم شروط مطبقة خاصة أكثر من السيارات العادية بسبب اللي هو خطورة وضعها في الشوارع. تشهد بعض شوارع المملكة حركة شاحنات مكثفة مما يسبب إرباكا في الطريق خاصة في أوقات معينة من اليوم، فوجود قانون المرور الجديد الذي يضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة من ناحية السلامة المرورية لم يشكل حافزا ولا رادعا لبعض أصحاب الشركات أو سائقي المركبات في التعامل مع الطريق بشكل يحفظ سلامتهم وسلامة مرتدي الطريق. أكثر من مرة يعني تطلع على دوامك الصباح تشوف الشاحنات موجودة في الشوارع بشكل كبير، وهذه تعيق حركة المرور. لازم يعني يكون لهم فترة معينة مثلا تبدي حركتهم من الساعة 8 الصباح إلى تقريبا إلى الساعة 4 العصر، حيث أن الأشخاص اللي عندهم دوامات يكون عندهم فرصة أنهم يتحركوا بشكل سلس. يعني تقع مسؤولية جاهزة الشاحنة وتوجيهها نحو الالتزام بالقواعد المرورية على سائق الشاحنة الذي يتحمل مسؤولية المخالفات المرورية التي تقع على الطريق كالتجاوز والسرعة وعدم الالتزام بالإشارات المرورية. أما الشركة المالكة للشاحنة فهي مسؤولة عن صيانة المركبة والأمور الفنية المتعلقة بالإطارات والحمولة الزائدة وغيرها. بصراحة في مشاكل جالسين نحصلها من الشاحنات، ما في تقييد بأنظمة المرور، في سرعة زايدة أحيانا بالذات في الوقت المتأخر من الليل، وسبب إزعاج كثير وقلة أمن. لسنا اليوم بصدد انتقاد أصحاب الشركات المالكة للشاحنات أو سائقيها، على قدر ما أننا نسعى لحفظ سلامتهم وسلامة الآخرين على الطريق ونقل صورة حضارية تعكس موقع مملكة البحرين كبلد حضري على جميع الأصعدة. أهلا بكم، شاهدنا هذا التقرير الذي لا يحتاج إلى تعليق مني. إراد أسامة، ما هو تعليقك على ما شاهدته بخصوص الشاحنات؟ يعني لما نتكلم عن الشاحنة، شاحنة مركبة هي صاحبها، سواء السيارة صغيرة عودة شاحنة، إذا بنكون حقانيين مع الأرقام ترى 26 واحد توفى من التلفون في الشاحنات. لا ما في الشاحنات، 16 واحد في 2014 و16 واحد في 2013 من السرعة، 7 توفوا من الإشارة الحمراء، في 81 حادث. بس أنت راضي على المخالفات المرورية؟ لا مو براضين، بس أنت لما نركز على الشاحنات كما لو كانت هي الهاجس وهي المشاكل. لا في مشكلة عودة في البحرين في مشكلة بس مو بهذا الحجم، يعني لما نيحق مثلا حوادثهم. أول الشاحنات تفحص مثلها مثل المركبات باشتراطات معينة، ما تجتاز الفحص. من يوعي سائق أجنبي بلغته؟ احنا في حاليا اشتغلنا مع احد شركات الاتصالات ترسل رسائل توعويه مع السفارات، بكل سفاره عند في رسائل توعويه سواء ماشي راكب سايق، كلها يعني توصل فكره. قد يكون الناس يعني قد تكون في مشكله بالنسبه حق المشاة، واحمد جعفر يعدل لي الارقام في اجانب في مساله المشاة، لانه مو متعلم في يعني في اي دوله كان، مو يعني انه
هالسرعة من السيارات ولا أماكن معينة للمشاة، هذه فيها في حوادث الدراجات الهوائية، 7 من بداية السنة متوفين، الدراجات النارية 6 من بداية السنة للآن، أرقام كبيرة. لما نتكلم عن الشاحنات، قبل الإشارة العسكر في شارع الملك حمد في شاحنة رعصات سكسويل بين شاحنة، نعم كان مشكلة البريك، يعني ما نحط رأسنا في الرام ونقول الشاحنات لا معصومين من الخطأ، لا حالهم من حال المركبات. المشكلة أن السيارة عودة، حين النقيب خالي يقول لي تحت الهواء، لأن السيارة عودة بتكون واضحة المخالفة للكل وتخلق يعني واحد يبي رد فعل سريع. بس احنا نقول ليش احنا نفترض سلفا أن قدامه هو سائق شاحنة هو مخالف، هو سائق موتورسيكل هو مستهتر، كالشباب الهاردي أفضل ناس ملتزمين بقانون. ما علي، بس 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 الشاحنات ذلين، يعني احنا قلنا أن حجمهم كبير، زين، ولما يحملون الحصى او يحملون ألمنيوم او يحملون حموله ثقيله، لا شك انا تخوفني لو انا امر يمها، يعني زين، فما بالك ان انت تشوفه تتجاوز السائق ميود التلفون. انا اعتقد ان اذا هذه الصور انصدق، يعني هي سارقه الصور هذه، اذا سكت عليها فبالتالي هذه قبول ضمني من إدارة المرور بالمخالفة. لا احنا ما في أي مخالفة، لا فيها صغير ولا كبير، سيارة عودة، سيارة صغيرة، مشاة، دراجة هوائية نارية، دليفري، كلها إذا فيها مسألة حماية الناس ما حد بيصد عنها. الشارع معروف بالنسبة لك دي. الشارع معروف، ما يبي له كلام. ايه؟ دوريات موجودة. أنا حين دائما الدوريات احنا يعني تحتاج يعني نعطيك تقرير كم عدد المخالفات اللي تخالف الشاحنات. لا مثلا هذه هل اعطيت مخالفات السيارات؟ انا الحين هذه قبل 8 يوم مصورينها احنا. اعطني الحين الاصلي واحنا نتاكد منها، نستدعيهم ونخالفهم. طيب. ولا هو ولا نبحث اصلا عن مخالفتهم. احنا دائما تجينا يقول لك انا ليش يمي. ليش عندنا قانون مرور رائد اسامه؟ عشان يطبق على الكل، شاحنه، سياره. اقول لك لا، انت يعني انا يعني قانون المرور وجد لحمايتنا، هذا اللي ما يحمون هذه عاطفيا ابو خالد انا باي معاك بقول شاحنات واقول اقصى الالفاظ، لكن احنا نيجي على نسبه وتناسب، رقم موجود. طيب خلي يعطينا الارقام بس الملازمه اول احمد عن الوفيات بالنسبه للشاحنات. طبعا اذا بنلاحظ اعداد المتوفين من جراء الحوادث المرورية مع الشاحنات بنشوف الحمد لله يعني انزلت عن العام الماضي، ويعني هاي ماية من فراغ. طبعا جرى التنسيق بين وبين إدارة الجمارك حق التنسيق بالشاحنات للعبور عبر جسر الملك فهد، وطبعا في حملات توعوية حق سواق الشاحنات وحملات تنفيذ قانون على الشاحنات نفسهم على السواق، وطبعا أغلبها تكون في أوقات الذروة الصباحية اللي هي تمنع عبورها على الطرقات في هاي الأوقات. شكرا لك أستاذ عبد الحكيم. أنتوا كلجنة في الغرفة التجارية مسؤولية تامة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور عن مسألة بعض السلوك الخاطئ لدى السواق. السواق هذين ما يعرفون، هاي جايين من ديرة ما فيها قوانين واضحة. احنا قانوننا واضح، لما يبتدي يستخدم الهاتف، وحتى الهاتف ما يقدر يستخدمه بدون حزام امان، يدخل ممنوع طرق، ممنوع دخول الشاحنات، يدخل طرق ضيقة مثل شارع 77 على سبيل المثال اللي فيه دوارات صغار، اذا السواق اللي يمشون سيارات صغار مو متفاهمين فيه، شلون بتفاهم هذا السائق الاجنبي في شاحنه كبيره؟ امانه انا اعرف يقينا ان اداره المرور عندما تعطي رخصه تعلم القياده للسواق الشاحنات الثقيله تخضعهم لمحاضرات بلغتهم الام على اساس توصل لهم الرساله، ايضا تعطيهم اصول تحميل البضائع إن كانت تحتاج إلى جنازير حديد أو أربطة أو ما شابه. هذا أمر. الأمر الآخر، بحكم أن أنا مالك لشركة شحن، أجد أن المرور
يدقق أكثر على الشاحنات لخطورتها فيما لو ارتكبت حوادث من ناحية البريك، الإنارة، الأحمال، المحاور. في عملية الفحص مثل ما قال أخوي أسامة، تخضع الشاحنة إلى فحص فني أكثر دقة حتى من المركبات. طيب المصر. أنا أتفق وياك، وأنا يعني الإدارة العامة للمرور مو أنا اللي أقول، العالم كله تقول عفي عليها، في الشمس، في الحر، في الرطوبة العالية، تباشر تسوي كل شيء، يعني عفي عليهم. لكن الاتهام موجه إليكم أنتم أستاذ عبد الحكيم. الحمولة يجب أن تصل في وقت، تلاقي السرعة زايدة، التجاوزات. أنتوا دوركم أنتوا كشركات، كملاك لهذه الشركات، وين في يعني ما نشوفه في الشارع. أنا أشوف هل رجال المرور والمساكين واقفين يعطون مخالفة أو واقفين يوعون الناس أو واقفين، لكن أنتوا مبين أن أنتوا أهم شيء عندكم توصيل الحمولة. خلي سمك الله بعد نوضح أمر آخر. تقريبا 1000 سائق يدخل البحرين ويخرج منها يوميا، وهذا اللي سواق يتبعون إلى دول مجلس التعاون، فلهم سلوكيات مخالفة للي موجود عندنا. احنا كشركات شحن نحرص دائما على صيانة الأنظمة والقوانين، لأن أي مخالفة معناته تكلفة وتعطل جزء من الأسطول. صحيح. عملية يعني السياقة الاحترازية موجودة، ولكن حط في بالك أن في مواعيد لعملية دخول وخروج البحرين، دوامات الأقسام المتعلقة بمنافذ الجمارك، فبالتالي تجد أن الشخص لو ما لحق على الجسر على سبيل المثال في وقت معين قد يضطر يقعد إلى 24 ساعة. لذلك نحن نقول للجهات المعنية حاول أن منفذ جسر الملك فهد يعمل على مدار الساعة حتى نخفف من الضغط النفسي على الأشخاص. صحيح. أيضا موضوع الخدمات المتوفرة لسواق الشاحنات عند المنافذ، إن كان ميناء خليفة الجسر، يجب أن تتوفر فيها الخدمات اللي يتطلبها الأشخاص اللي يستخدمون الشاحنات، على أساس أنه ما يستعجل يصل إلى وجهته الأخيرة ما دام عنده مكان يأكل فيه، مكان يرتاح فيه، مرافق صحية. في 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 أراضي تؤجر أو يقوم بتأجيرها الآن؟ طال عمرك المرور يعني الحكومة بصفة عامة وفرت أرض مخصصة لوقوف الشاحنات وبدأت في توفير الخدمات الضرورية لها، طورت عملية الدخول للجسر. لا تنسى أخي الكريم بأن عملية استيراد البضائع خاصة للمملكة العربية السعودية عبر ميناء خليفة البحرين في تزايد متنامي. طيب. وبالتالي حركة شارع الشيخ طيب. عيسى أنا بارجع الله يسلمك، بس عندنا راشد، الأخ راشد معنا على الهاتف. مساء الخير الأخ راشد. الجماعة في الكنترول بلغوا المتصل لكي يغلق. أنا أسمع التلفزيون في بيت راشد. ألو. طيب ألو، مرحبا راشد. مرحبا. مرحبا بك، تفضل يا أخوي. الشيخ بغيت أتحسب بخصوص الشاحنات اللي حطوهم قبل شوي. أي. هاللي في ساحل بالصد. أي. هذه يا أخوي أنتوا حطيتوا عن الشاحنات إنه قاعد يمشون في الساحل ويدشون في اللفة، ممنوع يدشون فيها الشاحنات. أنتوا تعرفون إن هاي المشروع مدينة الشمالية مشروع كبير في البحرين، يعني كل من يعرف مدينة الشمالية مشروع كل يوم في شاحنات تروح وترد على ذي الشارع. الحين وزارة الأشغال قاموا سكروا لفة مدخل ساحل بالصد، هاي المدخل الرئيسي، خلوه بس داخل السيارات ما تطلع. قبل طالعة وداشة، الحين فقط داشة. فالشاحنات ما قاعدين يحصلون منافذ يطلعون من منطقة الدرون. أنت سائق شاحنة راشد؟ راشد أنت ساكن أنت صاحب شاحنة سائق؟ أنا ساكن في البداية. لا لا عزيزي، أنت صاحب أو سائق شاحنة؟ نعم. أنت تسوق شاحنة؟ أنت تمشي تيلر؟ أنا لا ما مشي تيلر، أنا واحد من هالي منطقة البداية. بس بغيت أعرف، يتفضل. أنا أتحكي عن الشاحنات اللي قاعدين يطلعون من ساحل بسط على الشوارع الرئيسية. تفضل. ساحل بسط نفسه في مشروع المدينة الشمالية. المدينة الشمالية كل يوم راشد، شنو ملاحظتك أخوي؟ ما علي الحين ندري، بس شنو ملاحظتك؟ أنا ملاحظت عن الشاحنات إن هاي المدينة الشمالية ما في منافذ تطلع منها الشاحنات، فقاعد يشوف من داخل غرف سكنية. يوميا الصبح على الظهر والصبح اللي تلاقي الشاحنات جاشة طالع في المناطق السكنية منطقة الدراز. وعندي ملاحظة ثانية بخصوص إشارات للدايع،
الاشاره التقاطع اللي توقف هنا قبل تقريبا 3 شهور. نعم. هذه الشيخ التقاطع نفسه في رافعه في الشارع نفسه، مستوى الشارع مو عادل. كلمنا وزاره الاشغال، كلمنا يعني اكثر من جهه، ما قاعد نشوف يتخذون اجراءات. يعني الشارع عضو المجلس خطر على الحياه الماره عند اشاره البدايه الجديده. عضو المجلس البلدي كلمتوه؟ كلمناه وما قصر عبد الله الدوسري، تحرك على الموضوع ذي، بس انه ما في تجاوب من وزاره الاشغال. يعني طيب. ما قاعد نشوف يعني الشارع اذا خطر، اذا في شيء خطر المفروض الاداره العامه للمرور طيب تتدخل تشوف الشارع، تشوف هل الشارع خطر، لان في صاعده نفس الجار الارض مرتفعه في الوسط. طيب شكرا يعني حتى الهندسه تبين عليه مو بعادله. اذا في سرعه يعني احنا ما بنقول الناس ما تسرع، في ناس تسرع، بس هل احنا نتسبب على المسرع؟ في ناس يعني حالاته مو طبيعيه ساعات ما يعرف. طيب شكرا اكيد بتسبب. شكرا يعني شكرا لك راشد على اتصالك، شكرا لك. طبعا نقيب خالد بن نعطيك الفرصه والاخوان في المرور، بس ناخذ مكالمه الاخ علي. مساء الخير الاخ علي. مساء النور طويل العمر، شلونك شيخ؟ الله يطول عمرك ويسلمك، تفضل. انا انتهز هالفرصه انتهز، يعني انا حبيت اشكر الاداره العامه للمرور لان طبقوا حمله قبل ايام، وانا بنفسي شفت امس شلون يضبطون الدراجات الهوائيه اللي يعرضون بالذات من الاسيويين اللي يعرضون ارواحهم للخطر ويحملون السواق مسؤوليه. يعني انا طبعا انا مارس رياضه الدراجه الهوائيه، دائما تشوف الاسيوي يكرون سيت ما عنده في الليل لا اضاءه لا شيء، لا في بريك عنده عدل. والفتره اللي طافت بروحهم المرور يعني سلطوا الضوء على الموضوع. الجزئيه الثانيه عندنا الكثير من السواق اللي ما يلتزم، يعني حتى لو بيروح بيصلي بيروح بيتسوق تحصله في نفس الطريق في 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 الشوارع الظاهره نحصلها حوالين محطه البترول في مدينه عيسى عند الدوار، مدينه خليفه الرياضيه، مجمع مدينه عيسى. احنا نتمنى يعني بعد يوعون ان يعني انا بعطيك مثال واحد، انت لما تطلع من مدينه عيسى باتجاه محطه البترول ما تستشرف الشارع، ليش؟ لان في سيارتين داخل الدوار واقفين. فنتمنى بعد هاي الموضوع يلتفتون له، والله يعطيهم العافيه وخطوه يعني طيبه. شكرا لك ما قصرت. اترك الاخوان في المرور. نقيب خالد اتفضل. مدينه عيسى اذا اسمح لي خالد، مدينه عيسى هذه في عند المساجد وقت الصلاه تسكر الشوارع، في امر عند العمليات، في اكثر من شكوى في الصحافه انزلت وجاري العمل حلها. المجمع التجاري ما يمكن المشاكل اللي هي الوقوف الخاطئ. البديع هذه الحادث سبب وفاة. التقاطع اللي التقاطعي سبب وفاة. سبب الوفاة انه هو ما عنده يعني اللي توفى الله رحمه ما كان عنده رخصة سياقة. الاشغال قالوا انه في يعني في او ما في الاشغال، بس قاعد يحلون المشكلة اللي موجودة في الشارع. الدوار تبدل الى اشارة ضوئية، العضو البلدي النائب المنطقة اتفقوا مع الاشغال بحيث انه يعدلون شيء موجود. الاشغال قاعد يعني في بروسس على الموضوع. مسألة الشاحنات ان شاء الله كأحمد جعفر من العمليات وياخذ الموضوع يعني بناخذ وجهة نظرك يعني الاستاذ عبد الحكيم. بس احمد لك احمد تفضل تفضل. طبعا اذا بنتكلم عن دخول وخروج الشاحنات حق المنطقة الشمالية، طبعا الشوارع اللي تخدم هاي المنطقة معروفة واغلبها شوارع فرعية مو برئيسية، فبالتنسيق مع الشركات طبعا اوقات الذروة معروفة، اوقات المدارس معروفة، وهاي تمنع فيها دخول وخروج الشاحنات. شوف الكلام الرومانسي ما عاد ينفع، القانون هو الفيصل. اذا احنا بننظم يعني شوف لما حطت اشارات كاميرات على التقاطعات الاشارات الضوئيه شنو صار؟ نقيب خالد ممكن تفهمني شنو صار؟ الكل يعرق بريكات يوقف لان يدري ان في مخالفه بتجي، ويا ريت هاي المخالفه قيمتها اكبر، لان احنا الملتزمين، وانا اقول احنا لان انا ملتزم واكيد وايد ناس ملتزمين، يشعرون باحباط شديد بان سواق يهال واجانب، واحنا خلينا ما نتكلم السواق بشكل عام يمارسون المخالفات. نفس بالضبط، لا اختلف الاثنين، وايضا الاداره العامه للمرور تعي ان المخالف اللي تصدر من الشاحنه
أكثر خطورة من المخالفة تصدر من السيارة الخاصة بحكم حجمها، بالتالي الخطر اللي يصل من الشاحنة أكثر من السيارة، حتى الضرر اللي بينتج من الشاحنة من إزهاق أرواح أو إصابات جسمانية أو أضرار أيضا من الممتلكات. لذلك قانون المرور لم يغفل هالجزئية أستاذ، بالتالي جاء وشدد على أصحاب الشاحنات بالذات. أفرق يمكن قانون 79 لم يفرق احيانا بين صاحب شاحنه ساق شاحنه وخاصه، كان سواء صح، لكن قانون المرور الجديد لا، بالعكس قلظ العقوبات لاصحاب الشاحنات خاصه في التجاوزات الخطره او القياده بطريقه تعرض روح الخطر، واصبحت العقوبات تصل حتى ل 500 دينار او الحبس على اصحاب او سواق الشاحنات. صحيح، ليس هذا فقط، احيانا اذا مع بالتنسيق مع النيابه العامه إذا صاحب الشاحنة أو ساق الشاحنة أثبت أن كان الحادث بإعاز مخالفة بإعاز من صاحب الشأن، مثلا هو قال لحمل أكثر من طاقة السيارة، نقدم صاحب المؤسسة والساق للنيابة العامة. طيب كلامك جميل، أنا بس بربطه مع ملاحظة وصحح لي إذا كنت خطأ، يعني مسألة الحمول الزائدة اللي تكلم عنها نقيب خالد هذه نقطة، والنقطة الثانية مدى صحة أن أنا أقوم يعني تأجير شاحنة من شخص يمتلك شركة يمتلك أسطول وأقول له خلها باسمك بس أنا بشتغل فيها زين، وبعطيك أنا مبلغ مقابل استخدامي لهذه الشاحنة، هذه أنا ما لي شغل فيه، اللي لي شغل فيه إش كثر هذا الريال بيحافظ على سمعتك أنت كشركة لو كان هذا الكلام حقيقي. أنت سلمك الله وضعت يدك على الألم. في عندنا شيء اسمه حمولة بالرد أو بالوزن، فتجد هم الشركة أو السائق أنه يحمل أكبر كمية من خلينا نقول الأحجار، لأن الأجر راح يكون بالوزن، فيخالف ويعرض نفسه والآخرين ويخرب لك الشوارع، أو إذا كان بالرد فتجد أنه يسابق الريح. ولذلك نعم أنا أكد على كلام الأخوان بأن في بعض الأحيان تطال القانون يطال حتى أصحاب الشركة، هذا أمر. الأمر الآخر أخي الكريم فيما يتعلق بغرفة تجارة صناعة البحرين، احنا اجتمعنا مع وزير المواصلات وقلنا له بأن شركات النقل تنقسم بين شركات كبيرة منظمة عندها مواقعها ورشها وعندها مهندسينها وعندها صيانة احترازية، وشركات بسيطة صغيرة تعتبر يعني يعتبر عملها عشوائي وتجد شاحنات مبعثرة في كل مكان. قطاع اللوجستيك يجب أن ينظم وهناك اهتمام من سمو ولي العهد، إذن لابد أن يخصص لهذا القطاع اللوجستيك المهم أراضي لاستيعابه وتنظيم عمله والارتقاء به، لأن أيضا شركات النقل تواجه منافسة من الشركات الخليجية. وعد الوزير أن يدرس هذا الأمر، لكن لابد أن تخصص مواقع لشركات النقل الصغيرة حتى ننظم عملها ونرتقي بمستوى أداء معداتها. الأمر الآخر، نحن في لجنة النقل الخليجية اقترحنا على حكومة البحرين مثل باقي حكومات الخليج أن يكون هناك ساحات انتظار تكون موئل للشاحنات بدل أن تكون على أطراف في ساحة انتظار عقب ما تطلع من مجمع The City The Center بين شارعين، بين الشارع الرئيسي والشارع الفرعي لما تطلع أنت من منطقة المطاعم و The Center، هذه صايرة في النص، وهني ساعات تشوف تويل وتشوف مناظر جميلة، يعني كأنك في دولة من الدول الفقيرة. أساسا أنا لو انحرفت سيارتي وأنا سوق رحت فيها. صحيح. هل هذا موقع تقف فيه شاحنات لمدة 24 ساعة؟ يعني إحنا في البحرين أمرنا غريب، يعني انطز عيننا بيدنا ما بصبعنا. هل من يسمح لوقوف هذه الشاحنات؟ هذا أنا قلت لك سمك الله، الأمر في نوع من العشوائية، ولذلك نحن نوجه نداء إلى الحكومة أن تخصص ساحات عليها إضاءة، فيها حراسة، كاميرات أمنية، بحيث ننظم حتى هذا القطاع بحيث أنه يحمي السائق ومرتادي الطريق والبضائع التي تقدر طيب بالملايين. شكرا لك عبد الأمير. يعني موضوع الشاحنات ذي إيش سالفته؟
والله كان في البداية كان لما تنظيم الشاحنات كان على الجمارك كانت حوادث كثيرة صراحة يعني أنا كنت أغطي الحوادث وأدري بأنه كان فيه حوادث كثيرة بس لما اشتركوا مع الإدارة العامة للمرور قلت الحوادث بشكل كبير يعني وأغلب الحوادث الشاحنات مو سبب سلوكيات السواق أبيك تتكلم في تجاوزات في تجاوزات من الشاحنات طبعا في الوقوف الخاطئ فيه في تجاوزات كثير منهم بس الحوادث مو منهم يعني أغلب الحوادث اللي تجي سيارات هي اللي تصطدم بالشاحنة يعني نادر لما تسمع شاحنة اصطدمت بسيارات فهو يمكن على أساس أنهم الشارع ضيق وهم يقفون على جانب الطريق وهذا يسبب مشكلة كبيرة يعني أغلب بالذات على شارع الشيخ عيسى بن سلمان أغلب الشاحنات اللي توقف الشارع جدا ضيق هذا فأغلب السيارات إذا تمر يمكن واحد نازل من الشاحنة يعني في قبل فترة سائق نازل من الشاحنة واصطدمت سيارة لأن كانت المسافة جدا بسيطة لو وقف على جنب المسافة يعني مجرد من ينزل من على الشارع من ينزل من الشاحنة على طول بيكون وين برا الشارع احنا في البحرين طيبين اي جنسية تبي تفرض علينا ثقافة اسهل منه ما في الحين طلعت موضة جديدة السياكل اللي يغسلون سيايير وغيره يستخدم الطريق العام اكيد ايه ما يركب الرصيف يستخدم الطريق العام وحاط له سماعه ويتكلم في التليفون ويسمع اغاني ويمشي وانت مضطر تحط بالك عليه اكيد لانه هو من بالنسبه له اذا ما مات اليوم يموت باكر فمو مشكله عنده يعني عرفت شلون بس يورطك انت يورطك ايه طيب من المسؤول عن هذه ليش ما يوقفونهم الانتقال يعني احنا شوارعنا مو مهيئة إن هي حق سياكل حق دراجات هوائية شوارعنا الرئيسية أنا أتكلم مع أنها جميلة وحلوة ومنظمة وفيها كل العلامات الجميلة لكن مو بمهيئة لأنك يمكن ما في وعي من اللي هو الشخص اللي هو جايب هذا العامل المسؤول عن إذا الفري فيزا من المسؤول عن وعيهم ليش ورطني أنا مو أنا أقول لك هو المشكلة صارت هذول مجرد يطلعوا يبي يروح يغسل لك سياره سيارتين بدون ما يحاسب للناس فهم المفروض يعني في جهه رسميه تشوف هذول هذا اللي يطلعون يغسلون سيارات اللي يطلعون هذا لان هذا يطلع من شغله هالجهه يروح للجهه الثانيه ففي المفروض في ناس تراقبهم على اساس ان هذا بتلاقي يطلع بسرعه يبي يروح يقضي شغله ويرجع للجهه الثانيه يرجع يعني بالذات في مدينه حمد بشكل مو طبيعي في مدينه حمد من كل مكان مليون. من كل مكان يوني. في كل مكان يوني. طيب خليني ارجع حق شباب الدراجات الناريه وبعد مشاكلهم مع التصرفات هاي اللي تصير في الشارع تفضل احمد تفضل اوكي الدراجات طبعا الدراجات الهوائيه انتم طبعا تشوفون اللي بدراجه الهوائيه الاخذه طبعا اي موجودين بس احنا يعني طبيعه الحال احنا نحترم كل على الدراجه الناريه نحترم كل مرتدي الشارع لان الدراجه الهوائيه بعد احنا نحط روحنا مكانهم مثل اذا التيلرات او الشاحنات الكبار تطوف علينا احنا نحس برعب شوي نفس الشيء الدراجه الهوائيه بعد لها يعني سواء انه كان هو خاطئ او صح. كان سلوكياته خاطئه بس في النهايه بعد نحترمه ونعطيه المجال انه هو يطوف صح شيخ عبد الله بعد الشيخ عبد الله لو سمحت تفضل احنا الله يسلمك الدراجات الهوائيه هذه احنا الحين في طالع اللي يتدربون على السباق سباق الدراجات ونشوفه مثلا كل يوم كل جمعه الصبح احنا نطلع ف من بدايه الـ 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 المجموعه قائد المجموعه هو بيحرك المجموعه كلها صاروا اللي على الدراجات لين يشوفونا يسلمون علينا فشوف احنا من يجينا من ناحيه ثانيه بدال ما نقول احنا يعني انت سالت سؤال وايد مهم من مسؤول عنهم اللي في الدراجات الهوائيه انا مسؤول عنهم انت مسؤول عنهم هو مسؤول عنهم وقفه قول له يا فلان ذكره بس ما يحتاج تقول له تذكير لان هو جاي من بلد يعني قانون الشارع داخل الغرة ما في قانون الشارع فاحنا مسؤوليتنا احنا مسؤولين كل واحد فينا مسؤول
أن يذكر الشخص يقول له تحمل لحد دعمك. إذا أنا قلت له وما سمعني، أنت قلت له وما سمعك، هو قال له بسمعه، لأن نفس الكلمة تكررت. فأنا أتوقع أن هذا مسؤوليتنا إحنا كلنا، أن إحنا نعلمهم. فليش أنا بديت بالطلعات نحن يوم الجمعة؟ لأن صارت بيننا وبين الدراجين اللي يدربون على السباقات، مثلا سباق القرة الايرون مان، وهذه صارت بيننا علاقة. اي صحيح. يعني بدون، مجرد ان احنا كنا نحترم وجودهم في الشارع. شكرا لك. عبد الامير شنو لاحظته؟ انا طبعا عندي رخصة دراجة نارية. اوكي. وسألت المدرب اللي كان يدربني، طبعا اللي كان يطلعوني، سألت سؤال واحد، شنو اللي يمكن يحصل عليها مخالف الدراجة النارية؟ قال لي شيء واحد، قال لي المخالف يحصل على بس اذا ما عليه المد. انزين، في تجاوزات واجد من الدراجات النارية، يعني إذا جيت تحسبه بيطلع ما بين السيارات، هذا أول شيء. غير أنه يمكن يقوم الموتورسيكل على تاير واحد، في كذا مخالفة. يقول لك لا، المخالفة الوحيدة اللي يحصل، حتى في بعضهم يطلع الإشارة حمراء لما يشوف الشارع فاضي، يطلع الإشارة حمراء، هاي المفروض يخالف عليها. شلون يخالف على بس هل صحيح الكلام؟ لا صحيح. أنا هذا والله سألت السؤال. جرب أنت. لا أنا بقدر. طيب، خدمات التوصيل للمنازل خدمة أراحت الكثير منا، فلا داعي لأي شخص أن يذهب بنفسه إلى المطعم لإحضار وجبته المفضلة، وسعت كل المطاعم إلى تقديم هذه الخدمة لراحة الجميع، وكل حسب مستوى المطعم. فهناك من يستخدم السيارة، وهناك من يستخدم الدراجة النارية، ولا يهم نوع الصندوق الذي يوضع في الخلف، فقد يكون مجرد صندوق مصنوع من الألمونيوم العادي، أو يكون سلة في حالة استخدام الدراجة الهوائية توضع في الخلف. أهم شيء أن توظيف العمالة الوافدة يتم بشكل سلس وسهل. أصبحت الدراجة النارية في معظم الأحيان مرتبطة بعمل توصيل الاحتياجات التي يتطلبها الزبائن نظرا لسرعتها في توصيل الطلب، فكثرتها اليوم على الطريق أدى إلى انتقاد البعض لسائقي الدراجة النارية العاملين في خدمة توصيل المنازل، وذلك لعدم امتثالهم لقوانين المرور أثناء قيادتهم الدراجات، خاصة على الطرقات السريعة، إضافة لسوء صناديق حفظ المأكولات أو شكل الدراجة العام من ناحية جاهزيتها على الطريق. خلينا نتكلم أول شيء عن اللي يسوون توصيلات. خلينا نقول خاصة من ناحية الأكل، الله أعلم شنو نوعية البوكسات يستعملون، معظمها حديدية، بس لاحظ ما تلاحظ أنه شوي فيها حلي أو مدحل، يمكن هالشيء يضر شيء في الأكل. لو أنهم يعني يعيدوا النظر في هالشيء ويشوفون نوعية ثانية من البوكسات، شيء يحافظ على الحرارة أو البرودة خاصة حق الأكل. وأضاف البعض أن أغلب السائقين تكون قيادتهم سريعة وسلبية، مما يشكل خطرا على سائقي المركبات الذين ينزعجون لدى قيادة البعض منهم على الخطوط السريعة، ويستمرون بالقيادة دون إعطاء أي أهمية لحقية المركبات الأخرى بهذه المسارات. يسوون مخالفات واجد، يعني مثلا إذا تروح عند إشارة مشاة يوقف هو يعصل حبة بدل ما الناس تمشي وهو يطلع بالموتورسيكل. اولا انت عطلت السياره وانت تقدر تمشي في مسارهم، ثاني شيء عطلت المشاه اللي هم يبون يمشون، فما مداهم انت طلعت قبلهم. ويؤكد بعض سكان المناطق ان العاملين في خدمه توصيل المنازل عبر الدراجات الناريه همهم توصيل الطلبات للزبائن دون مراعاه لقوانين السلامه المروريه، خاصه لدى المناطق السكنيه التي تشهد وجود اطفال بكثره، مما قد يسبب حوادث بسبب السرعه وعدم الانتباه، خاصة وأن بعض المناطق قد تكون مزحومة بالسكان والسيارات. بالنسبة لمال المطاعم، بعضهم يلتزم بعضهم لا ما يلتزم، أنت واقف ما تشوف إلا طالع عليك، أو أنه يطوف رون سيد أو مكان المشاة أو هالأمور هذه. وقال مواطنون أن العاملين في خدمات التوصيل سابقا كانوا لا يتعدون المسار المخصص لهم، وكانوا أيضا يتجنبون مضايقة أصحاب السيارات والمركبات الأخرى، خاصة أثناء سيرهم على الطرقات السريعة. أما الآن فقد اختلف الحال، خاصة وأن الدراجات أصبحت الوسيلة الأكثر استخداما من قبل بعض التجار وأصحاب المطاعم.
هذه نوع آخر من الممارسات الدخيلة علينا، يعني هذه ثقافة جديدة يجب أن يقبلها المواطن البحريني، لأن هذا لين فقارة مساكين. يعني أقول لك إحنا نطز عيننا بصبعنا. الأخت مريم الاختلاء مساء الخير، أنتم من وزارة الصحة. قبل أن ننتقل إلى الشق المروري، يعني شفنا نوعيات مختلفة من الصناديق، من ضمنها المطاعم المحترمة اللي تاخذ الصندوق مالي شلون شكل انت بتشرحين وياه، وفي صناديق عاديه يعني مثل ما يلصقونها في المطابخ يحطها فوق الموتوسيكل ويمشي. كلمونا عن المخالفات اللي تحصلون عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافه. شكرا لكم. اول بس حبيت اوضح انه يتم ترخيص السيارات الناقله للمواد الغذائيه من قبل قسم مراقبه الاغذيه، ومن ثم يتم تسجيلها لإدارة المرور. فيجب ذكر اسم المؤسسة الناقلة، فهذا الشيء لازم يكتب على الصندوق، يجب ذكره على الصندوق. طيب في مثل هذه الحالات اللي شفناها مو مكتوب عليه شيء؟ طبعا في بعضهم مخالفين، في بعضهم يلتزمون، مو جميع المطاعم ملتزمة، مو جميعها تخالف بهالطريقة. أكيد طبعا أكيد. بس أكثر المخالفات اللي نلاحظها هي أن تكون مثل ما قلت الصندوق غير مثلا قابل للغلق، مما يؤدي إلى تسرب درجة الحرارة. هني يتم حتى تلوث المادة الغذائية اللي داخل الصندوق. المخالفات اللي رصدتوها مثلا الصندوق قابل للصدع مثل ما ذكرنا، وأيضا عندنا هو المفترض ترى أنه تكون في سيارة مبردة، يعني الدراجات الهوائية أوردي ما لازم تكون بهالطريقة، لازم تكون سيارة مبردة لها اشتراطات معينة من قبل إدارة الصحة العامة له قسم مراقبة الأغذية. يعني أنا ما أعتقد أن عندكم، يعني إحنا عندنا ترخيص بس على السيارات المبردة، بس كوضع للصندوق يجب أن يكون محكم الغلق، غير قابل للصدى، من مادة سهلة التنظيف والتعقيم. يعني أنتم ما عندكم أي مشكلة مع اللي ينقلون الألبان؟ لا، لأنها تتفتش عندنا، يكشف عليها، تكون مرخصة، بعدين تتسجل للمرور بهالطريقة. طيب ألا نتكلم وياك عن أيضا نفس النقطة، وهي الضوابط والشروط اللي يجب أن تكون موجودة لسلامة الغذاء. لسلامة الغذاء أثناء التوصيل تقصد؟ أهم شيء تكون متوفرة الشروط اللازمة في هذه السيارة الناقلة. أهم شيء أن تكون متوفرة فيها ثرمومتر، درجة الحرارة جدا مهمة أثناء التوصيل. كم درجة الحرارة المطلوبة؟ إذا كانت مبردة تتراوح من 1 إلى 5، إذا كانت مجمدة تكون عند -18. طيب. لما تختلف درجة الحرارة تأثر المادة الغذائية. طيب وبالنسبة عن يعني إحنا جونا حار. أي. طول السنة، يعني الحين المفروض ان احنا بندخل اكتوبر قريب والجو للحين رطوبة وحار. طيب لما انا او اي شخص ثاني يطلب سندويشة فيها طماط وفيها جبن وفيها كاتشب وفيها من الكافيتيريات هذه، زين هو يعتقد انها ارخص له بس طلب منها لسبب او لاخر، طيب هاي شلون يوصل الاكل؟ ممكن تشرحين لي لان انا ما افهم في السؤال. في حال استخدام البوكسات اللي حطيتونها قبل شوي في الصور، المفترض نفس ما قالت الاخت ان هي تتوفر هذه الاشتراطات في البوكس، مع ضروره ان الماده الغذائيه تتوصل في وقت مناسب، يعني تستهلك خلال ساعتين. يعني ما ياخذ طلبات واجد وياخذ وقت طويل عشان انه يوصل الماده الغذائيه. ونقطه مهمه بعد، ان المستهلك لازم من توصل الماده الغذائيه يستهلكها أو أنه يحفظها في الثلاجة. يعني في عندنا تجي كذي يعني شكاوي مثلا، يشتكي على مطعم واصل لنا بالدليفري الأكل، وبعدين لما تسأل عن التفاصيل ويقول لك والله أنا خليته وبعدين أكلته. فطريقة الحفظ بعد شيء مهم إلى المادة الغذائية. طيب أنا يعني الأشياء الزينة بنذكر الأخت مريم، بنذكر الأسماء يعني كأمثلة زينة إذا يسمحون لي، يعني مثل بيتزا هات، جسميز، هاي المطاعم الفرنشايز أو الجسميز البحرية. يعني احنا نشوف الصندوق ماله مختلف في يعني حافظة حرارية تلاقيه، ولا لما تطلبيني يجيك البيتزا او السندويشات حارة لسبب، لانه مو بس حطها في الصندوق، حطها في كيس في الحافظة الحرارية، في الحافظة يعني. اي نعم، تتكلمي لنا عندي. الحافظة الحرارية تكون مقسمة، اولا محكمة الغلق، هذا شيء مهم حق ما يتسرب درجة الحرارة مثل ما ذكرت.
ثاني شيء تكون مقسمة حق المواد السائلة ما تنسكب على المواد الصلبة. هذا ثاني شيء. سهلة التنظيف ضروري، يعني عقب ما يسلم الأوردر لازم يرجع يتم تنظيفها، تعقيمها شيء مهم بعد. بهالطريقة لازم تكون الحافظة الموجودة. طيب. انتو قلتوا نقطة خلونا نرجع لها شوية. انتو قلتوا ان احنا لنا علاقة بالسيارات المبردة. ايه؟ ولكن هذه الـ 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 الخدمة هل نعتبرها جديدة الى حد كبير او الى حد ما ام موجودة؟ موجودة. في نظام لها في وزارة الصحة؟ ايه، هذه جميع السيارات اللي، لا انت قلتي سيارات، انا اتكلم عن الدراجات النارية. الدراجات لا ما عندكم. كم سنة الدليفري في البحرين صار له؟ يعني خلينا نتكلم عن يلا 5 سنين. ايه، في 5 سنين ما سوينا قانون ولا نظام. نسعى حتى لذلك ان شاء الله. ها؟ نسعى لذلك. ان شاء الله انتم ما تقصرون. استاذ عبد الحكيم بتعليق منك. 5 سنين 7 سنين طبعا انا اقول بس كذي، انا مسوي تخفيض. الدليفري من فتره في البحرين. انا عندي سمك الله مباح الصحه العامه وفيما يتعلق بالشاحنات. انا انصح الشاحنات كملنا منهم، بس لما تشوف شاحنه محمله اعرف بانها تحمل اطنان من البضائع، فمسافه توقفها تاخذ اطول مده طبعا. فتجاوز وابتعد عنها، واذا فاضيه لا تمشي وراها، لان اي بريك ممكن تشوف نفسك انت داش تحتها. لا حول ولا. فيما يتعلق بموضوع الصحه، للامانه وزاره الصحه يتعدى اشرافها فقط فحص الاغذيه اللي تدخل عبر المنافذ الى انها تفحص حتى المستودعات وتاخذ عينات وتطلب من التاجر انه ما يتصرف في البضاعه حتى تخرج نتائج. مشكورين على هذا الجهد. فيما يتعلق باستخدام الدراجات النارية، هذا أعتقد أمر حضاري إذا ما تم الالتزام بالقوانين، لأن الدراجة النارية أقل تسببا للازدحامات المرورية وتلويثا للبيئة. فيما يتعلق بالالتزام بالاشتراطات هذا أمر مهم، ولربما من هذا البرنامج ممكن يخرج اقتراح من مجلس النواب حول يعني اقتراح بمشروع لتقنين عمل مثل هذه الوسيلة الحضارية والمهمة. أمر آخر ودي أقول لك، أنا كنت في أوروبا قبل أسبوع، هناك طرق مخصصة للدراجين، للدراجات الهوائية، يشجعون الناس استخدام دراجات الهوائية للانتقال. لو أنت كماشي تدخل في خانة السياكل تخالف، ولو تعرضت لحادث دراجات نارية وهوائية الخطأ عليك. بالتالي احنا في المنامة لابد ان ندرس يعني ايجاد خط للمشاة وخط للدراجين بحيث نشجع الناس على استخدام هذه الوسيلة اقل تلوية. لكن رصيف خالي، يا تراب يا انترلوك، هاي مشكلة. ما تطرقنا اخي الكريم للمشروع الحضاري اللي بدأت الحكومة وهو النقل العام الجديد. لا هذه اذا سمحت لي استاذ عبد الحكيم برجع لك في النهاية للتعقيب عليه. طيب. هاي مو من ضمن المحاور، احنا فعلا مستانسين بالنقل العام. بما يتعلق بالدليفري، يعني قانونيا شنو وضعهم؟ الدراجة النارية هي مركبة لازم تتوافر فيها مواصفات معينة تأهلها لان هي تقاد الطريق العام بدون ما تعرض غير الخطر. الدليفري هي دراجة نارية. حسب قانون المرور يجوز للدراجات النارية وضع صندوق أو سلة بحيث بعض المقاسات المعينة ما تجاوزها، عشان هذه الدراجة ما يختل توازنها، وأيضا هذا الصندوق ما يأثر على أثناء صياغته على جانبي الدراجة ويعرض أيضا حتى حركة المشاة للخطر. لكن بس ما تفضلوا كصندوق حفظ المواد الأغذية، احنا كإدارة عام المرور لازم يرخص من قبل وزارة الصحة. بس وزارة الصحة حاليا مشكورة يعني على هذا الشيء، تشترط بعض الاشتراطات البسيطة اللي هي لازم يكون مبطن بعض المواد غير قابلة للصدى، لأن دائما هذه الدراجات استخدامها أو توصيلها تأخذ المسافات القصيرة والوقت القصير، مو بنفس الثلاجات تكون عند أكثر من مكان. صحيح. فمتى ما صدر بعض اشتراطات من وزارة الصحة تشترط في وجود هذه الصناديق، تأكد أن إدارة عام الأمور لن ترخص أي دراجة ما لم تتوفر فيها هذه الاشتراطات. رائد أسامة،
والله احنا اتوقع العقيد علي النعيمي مدير العمليات المرور باطلع يعني يلومني اذا ما تكلمت عن الدراجات اللي هذه الدليفري والحملات اللي صارت عليها الدوريات المدنيه وبلا فخر والدوريات العسكريه يعني في اكثر من مره صج موجودين يتجاوز من الرصيف ياخذ من درب المشاة يعني ترى يمسكون وايد ولا فخر بس ان هذه حق مصلحه الجميع لان هذه الدراجه الناريه يعني ياكدون علينا الشباب ولا يصححون لنا لان في لحظه يدخل عليك من خط الطوارئ يدخل يمين صحيح. بين السيارات واخر شيء انت يعني في النهايه لما الدعمه تعاوره بتكون انت الغلطان لانه هو صار في مقدمه المركبه وانت لا قدر الله في دهس ولا اصابه وانتم يعني ما ودنا لاي بحرين يدش في سلسله التحقيق يعني لما بيوقف ايش كثر لما تجي للدوريه لجان بليغه وفاه بيتوقف يومين بتحول عن نيابه قصه طويله احنا يعني نحاتي نفسيه ايش كثر الضبط القانوني موجود يعمل به اكيد في الإدارة. اكيد يعمل. اكيد لا يعني الارقام كبيره ترى حق الدليفري اللي مسكت هذه وتم حجزها في المرور وموجود يعني ممكن نصدر فيه تقرير على رقمها وبالنسبة لعق المخالفات اللي قاعد تسويها سواء عكس السير نفس اللي شفنا ممنوع الدخول على الرصيف يروح من درب المشاة كل هذه موجودة هو يبي يكسب وقت ترى إيه بيصل عشان يعني لا بس يعني الخدمة تطورت احنا المشكلة ساعات تصير عقب حق مشروع يعني عقب فترة اكيد انا هاي الامور حق مشروع يقول لك لا انت رضيتني طول هالفترة انت بتمنعني هذه المشكلة الثقافة في البحر صدق وانا عايدك فيها استاذ سامي لان لو سكتنا عنها بعدين يقول لك انت حمايه اللي على ولد الفقاره هديت كذا ويا ذي بس هاي كلامنا ما علينا بنشوف رجل او سائق دليفري توصيل للمنازل احنا يعني وافق لانه هو يتكلم لنا يتكلم بحريني مكسر يعني حتى هم اشطر منا تعلمون لغتنا بس ما يعرفون يقولونها على اساس انه يعني ما يحط باله حق القوانين والانظمه تكلم مع الاخ جميل وشرح له ايش يسوي هو فخلينا نشوف إذا كانت الصور ذي حضارية أم غير حضارية خدمة التوصيل للمنازل هي خدمة أضافتها المطاعم والكافيتيريات التي تقدم وجبات متعددة في محافظات البحرين وهي خدمة مريحة بالنسبة للكثيرين إلا أن هذه الخدمة تنقصها في المقابل الكثير من آليات وشروط العمل خاصة في المطاعم الصغيرة فتنقصها الرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية في الدولة فأحيانا تكون المشكلة ذات صلة بالنظام المروري المعمول به وخصوصا السلامة على الطريق وأحيانا أخرى المشكلة تخص الرقابة الصحية على الصناديق المستخدمة لتوصيل المأكولات أنا أول عقد أوردر بعدين أنا أروح هذا ديليفري في موتورسايكل في وادر سيجل أنا راكو بادي داخل في كبير راكو موتور سيجل داخل هذه في عصير وادر راكو بادي موتور سيجل قدام أوكي بعدين أنا روح كم رقم طريق أنت قول بعدين أنا روح أنت بيت أنا أعطيت وادر كم دقيقة يوصل بيت بس هذه كم دقيقة روح شارع ولا ليف رايت هذه ما في مشكلة أنا أعرف لا وين أنت بيت أنا روح ليف رايت ما في مشكلة هذه لا صورة أنا أروح صورة أنا أروح من خلال رصد البرنامج لخدمة التوصيل يتضح غياب الرقابة المرورية والصحية التي يجب أن تكون ملازمة لمثل هذه الأنشطة التجارية والالتزام بضوابط تضمن توصيل المأكولات إلى طالبيها وهي في حالة سليمة خاصة ونحن نعيش في بلد يغلب عليه الجو الحار والرطب معظم أيام السنة شكرا لأخ جميلة على التغطية الجميلة وهاللقاء الجميل في الصالونات لما ندش رجالية أو ما دشيت نساء يعني رجالية مكتوب أنه يعني هذه رقم ممكن تتصل فيه إذا كان هذا الصالون غير ملتزم بالملابس الملابس والاستخدام الأدوات النظيفة والمحل يكون زين احنا البحرينيين نروح نصادقهم وعقب ما نرضى عليهم بالذات مال الدليفري الحين نفس الشيء الو محمد يبلي فلان كذي نصادقهم
زين، وهذه النتيجة، النتيجة ان اهما بيأثرون على ثقافتنا وبيأثرون على بلدنا وشكل بلدنا. شنو هذه لو سمحتي؟ هذا رقم الخط الساخن للشكاوي ولأي استفسار، مفتوح الخط من الساعة 7 صباحا الى 12 مساء. طيب الكل يقدر. كلمي عن اللي شفتيه، ايش رايك في اللي شفتيه؟ هذه طبعا هذا شيء مخالف اللي شفناه، ونفس ما قلت نسأل تطوير ذلك ونتمنى انه ينسان قانون حق الدراجات الهوائيه. بس مثل ما قلت لك احنا ترخيصنا يكون على السيارات المبرده اللي عندها اسم مؤسسه مالكه للناقله نفسها. أني أوجه رسالة حق الكاستمر أو المستهلك نفسه، إنه يقدر إذا المطعم مثلاً قريب يقدر هو يتعنى ويشتري. لا ما يروح، أنا ما نروح خباز ما نروح الحين. بالضبط بالضبط. إنزين إذا كلش كلش إذا شاف الأوردر تأخر أكثر من ساعة إلى ساعتين هني لا يقبل، لا يأخذ الأوردر. وبعدين تي مثل ما ذكرت الأخت آلاء إنه لازم يستهلك المادة الغذائية فورا يعني من استلامها او انه يحفظها بطريقه صحيحه في الثلاجه. هلا ايش تقولين عقب اللي شفتيه هذا بخصوص السله اللي حامل على السيكه؟ احنا بعد نفس ما قالت مريم لازم نوجه المستهلك. احنا هدفنا توجيه يعني سواء للمستهلك للمتداولين الاغذيه، نحاول نحن نثقف يعني هذا هدفنا الاول. احنا نشتغل ما يصير يا جماعه. لا فعلا فعلا احنا شغلنا ما يستوي الا بالتثقيف. بخصوص السله هذه المستهلك لازم ما يطلب اشياء سريعه التلف نفس الحليب، البيض، الدجاج، اللحوم النيه والمطبوخه. ما يطلبها بهالطريقه، اذا كانت طريقه توصيل كذي ما يقبلها. طيب. يعني ممكن هو يطلب اشياء جافه اوكي، بس اهم شيء انها ما تكون معرضه للشمس والملوثات الخارجيه. استاذ عبد الحكيم شنو بغيت تعليقك؟ موضوع التوصيل الى المنازل هذا امر يمكن الان نجد انه واضح، ولكن خلال السنتين القادمتين سيتطور بشكل مهول. الآن أنت عن طريق الموبايل تطلب كل اللي تبي وبشكل دقيق. صحيح. وتضرب بس كليك وتحصل الطلب خلال نص ساعة هو عندك، ولو ما يتعود المجتمع عليه هذا راح يكون حتى أسهل من الاتصال. احنا ما نتكلم عنك كتكنولوجيا وكخدمة راقية، احنا نتكلم عن هل نقبل أن يكون شكلنا بهالطريقة؟ الأمر الآخر قبل ما أجيب على سؤالك فيما يتعلق بتنفيذ القوانين، احنا في غرفة التجارة جينا شكاوى من التجار بسبب تشديد المرور، واحنا نعرف التشديد هذا لسلامة الجميع. أعطيك مثل بسيط، دورية وقفت دراجة نارية بسبب أن الإضاءة الخلفية لا تعمل، لا تعمل، وسوى عليه مخالفة لأنه ما عنده تسجيل ولوحة الموتورسايكل هاي طايحة. أوقف السواق، ما أفرج عنه إلا بحضور الكفيل، وكفالة 300 دينار. العملية مو لعبة، ولذلك احنا نقول يجب أن نتقيد بالأنظمة لتوفير الوقت. طيب. فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين الآن هناك اتفاق بين ممثلين الداخلية والصحة لإيجاد تقنين لهذه الوسيلة التي بدأت أن تنتشر. نحن كغرفة تجارة ندعم هذا التوجه لما فيه من مصلحة إيجاد ممارسة مهنية راقية. طيب. نفتخر فيها. شكرا لك. في الختام ماذا تقول نقيب؟ في الختام باختزل كلماتي في ان انا وكل مشتغل في المجال المروري لا نريد الا ان من السائق والراكب كل مستفيد بالطريق العام ان يصل لبيته سالما. ثانيا لا تحكم على قانون مرور وقانون وليد. دائما القوانين تقيم بعد مرور فتره من الزمن، بالتالي احنا نقول هذا ما زال قانون وليد. صحيح. وان شاء الله احنا مع الوقت ان شاء الله بنشوف ثماره وبنشوف انعكاس اصلا على السلامه المروريه. ان شاء الله. وهذا البرنامج هو دليل على اهميه هذا القانون. اكيد. وهذا دليل على ان الراي العام لا يرتضي بعض السلوكيات، بالتالي هذا البرنامج هو مشجع لي التزام بقانون المرور، واللي نأمل إن شاء الله من كل مستخدم الطريق العام التزام القانون، ولن واعد وأكرر التقييم قانون بدري عليه شوي، خلي يأخذ وقت إن شاء الله وإحنا بنشوف ثمارة. شكرا لك. ملازم أول أحمد تفضل، شو تقول في الختام؟ طبعا في الختام إحنا كإدارة عمليات مراقبة مرورية نوعي السواق، وإحنا قايمين بحملات تضبط وتنفذ القانون على جميع المستويات سواء دراجات نارية حق المطاعم، شاحنات،
مركبات خاصة، طبعا الجميع انتمعنا منه انه هو يلتزم بقوانين وقواعد المرور لسلامته وسلامة الغير. طبعا اكيد. ابو جميل، احنا كدورنا كاعلاميين يعني قاعدين نوصل اللي قاعد يصير في الشارع اساس توعية مرورية، توعية الناس بالحدث اللي قاعد يصير، لان كثرة النشر في الجرايد يبين ان في خلل. هذا الخلل وش يسوي؟ يخلي انا وغيري وشخص كذا كذا شخص يتعظم لما يمشي في الطريق، يعرف شنو صار سبب الحادث وشنو مشكلته وشنو. وفي النهايه اشكر الاداره العامه للمرور لان ما في تغطيه اعلاميه نروح لها الا يكونون يعني على الرحب والسعه، كل شيء نبغي ما يقصرون. لا ما يقصر المرور، وزاره الداخليه يعني كامله ما تقصر صراحه. براد اسامه، قبل تقول كلمتك الاخيره، في انا عندي ملاحظتين. الملاحظتين هاي بعد قاعدة تسوي لنا عبء كسواق. اللي يمارسون الرياضة خارج المماشي الخاصة بالمشي، يعني اثنين ربع قرروا انهم يمشون بس في المنطقة زينة هدوء خلنا نمشي فيها. المنطقة دي انارتها ليست انارة يعني اكبر من اللازم، او ان اهوى يمشي يمارس رياضة على الدراجة الهوائية، ما عارف يجي اثنين او ثلاثة، فماخذين مساحة الشارع اليمنى او اليسرى، ويقول لك انت عاد يا سائق ما علي استحملنا، عاد روح يمين شوي روح يسار. طيب اذا البنات الله يهداهم يلبسون اسود فاسود يمشون في الشارع، شلون تبين احنا نشوفهم؟ ما يصير يعني. يعني هاي بعد رسالة نوجهها للاخوان والاخوات، حطوا بالكم يعني مو بكل محل تمارسون فيه رياضة وعقب احنا ندفع الثمن كسواق يعني. ان شاء الله على عين الاعتبار. انا اتوقع ان تقصد ممشى الاستقلال، قامت الناس تطلع منه وتروح على البيوت باعتبار انه هو شارع خدمات ولا شارع على البيوت واريح، الاضاءه زينه. في اماكن ثانيه الخطوره تمشي ان يمشون على خط الطوارئ، وصار خط الطوارئ في يعني في لحظات الناس كلها ملتزمه، تشوف واحد لما تجاوز من اليمين ليش؟ شو السبب؟ شو الداعي؟ مو بذي المشكله بقدر انه يشن النتائج اللي تصير عليه. للأسف إن شاء الله بعين الاعتبار تحدد لنا الأماكن والعمليات ما بيقصرون. يعني أؤكد أن تطبيق القانون سواء على الدراجات هوائية نارية شاحنات مركبات على الكل، في مسألة التوعية بحرينيين خليجيين أجانب على كل جانب، لازلنا نقول إحنا نفتح يعني بابنا في أكثر من مرة أن باب الشراكة مفتوح، سواء حق دراسات جامعية تأصيل دراسي أكاديمي حياكم تفضلوا، حق أي مشاركة يعني حق توعية. شركات الاتصال لها دور وايد قوي، أحد الشركات زارتنا ننطر النتائج اللي يكون يعني جهات حكومية وأهلية. ولازلنا نقول السلامة المرورية هي لازم يعني يمكن أنت عندك، خلينا نكون صريحين، أنت بينك وبين المرور يا حادث وذكرى سيئه او انه اعطاك مخالفه صحيح، فيعني ما يعني لا نكذب على روحنا نقول علاقه حب ووئام وكذا، ففي في شيء نفس ممكن تكون علاقه احترام لما يكرموني كسائق مثالي بلا شك، وهذه ان شاء الله يعني لها، بس انا نقول على الاغلب الاعم. فلما احنا في مساله نقول له في سلامتك لا تحط ان تقول يعني مثلا في دراسه سويناها في جامعه البحرين كانت ورقه قدمها خالد وقدمها اسامه، كنت أتكلم عن حزام السلام، نسألهم ليش ما تلبس حزام السلام؟ يا واحد قال يخنقني يضايقني أخاف تنقلب بالسيارة، أمور كثيرة يتشعمز الثوب الدفت أشياء كثيرة. من ضمن الأشياء يا واحد قال أنا ما بلبس الحزام لأنه يطلعني الحزام إن أنا أنفذ القانون. فتخيل في ناس عندهم عيب إنه هو ينفذ القانون، فأنت في يعني تصطدم مع عقليات يعني بتتعب معاها، لكن احنا مو بتعبانين يعني ما بينقطع النفس. احنا طال عمرك يدنا في يدكم، وانا اوعد بحلقه عن النقال فقط، لان النقال خرب بيوت. وانا لما كنت اتكلم وياك قبل الحلقه قلنا ان في عدد من الحوادث جرت من خلال اصطدام سياره بجسم وليس بسياره اخرى او غير، وفي في حالات وفاه. يعني معقوله
وصلنا الى مستوى يخلي التليفون هو يتحكم فينا. اقول لك مو بس جنسيات، ترى اللي تكلم عنه عبد الامير الحادث نقص الاجنبي نصين وكان مشغول بالتليفون وانحكم سنه. الحادث اللي صار عند بوابه الاعلام بنيه كانت هي اعترفت انها هي على الواتساب، ومات البحريني في الموقع الحادث وانحكمت محكومه. احنا يعني نقول هذه الاشياء عشان الناس يا جماعه ترى رساله، هذه مو بتليفون ايام المبيره وتليفون الابيض وذاك الاتصال ما ردت عليه راح عليك، ترى موجود الاتصال موجود الرقم، الرساله اللي بتيك ما بتمحها. اريح لك واوفر لك ان لين وصلت شوفه. اذا انت تخاف تستخدم التليفون في البيت وقف في الطبيله وتشوف، يعني عشان يعني لو تعرض لمصك يعني خاف. والله يا جماعه احنا والله نبي دراسات نفسيه دائما، والله ابو خالد اقول لك نبي دراسات نفسيه عن المخالفين. يعني مساله الهاتف النقال تتكلم عن 81 حادث تدهور داعم مسجد داعم الشيره، لا حول الله. في رمضان ترى اللي داعم المسجد، يعني بعد لا تقول المسجد طلع علي دوار، لا تقول طلع علي، احنا نقول وايد تصير. يعني في النهايه انت تتنبا، يعني قبل تشوف اللي يروح يمين يسار تقول انه وذي الله يكرم الجميع شارب، الحين يروح يمين ويسار هو هو صاحي. الحين توهم الشباب يتكلمون، الحين هي مو مساله استقبال الاتصال، الحين مشكله رايد وتكس تكسي. يعني انت في السناب شات انت كم ثانيه عشان الصوره، يعني الصوره يا تشوف الصوره يا تشوف الدوار. المشكله يا راد اسامه في ناس عندهم يعني تقنيه البلوتوث الموصله في السياره، يقول لك لا 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 هل وياي لا حد يسمع زين لا ترد بس اشكر الاهل، يعني ايش بصير يعني اذا ربيت تقعد حق واحد اكو انا مع الاهل بتصل فيك يستخدمون. احنا مشكلتنا ما نعرف نتحمل مسؤوليه، نستخدم السياره بكيفنا، اشون احنا ما صنعنا الطياره عشان نستخدمها بكيفنا وبصير حوادث حتى فوق بميته. يا جماعه الخير احنا سوينا ذي الحلقه زين، ليس كرها في القانون ولا حبا في اي شيء ثاني، نحن نحب ان يكون عندنا قانون متطور يحمل جميع، ولدي ولدك بنتي وبنتك اهلي واهلك، ليش نجلس نكابر ونقول ان انا ما بيصيدني حادث بليغ ولا بينقطع مني ريل ولا يد ولا بموت؟ لا بنموت، ودام نستهتر في ارواحنا بنموت. ملاحظه اخيره حاب اقولها على مسؤوليه اللي يقوم بتوصيل الاطفال الناس الى المدارس، النسوان الخواتن الافاضل شوي شوي مو بالسرعه المطلوبه، وايد تسرعون ترى، كلنا نشوفكم ونصوركم بس ما نبي الفضايح. فارجوكم يا جماعه الخير حطوا بالكم على عيال الناس، حطوا بالكم على ارواحكم، وان شاء الله لنا حلقه ثانيه نتكلم فيها عن مساله تخص المرور. بس خليني اقول ملاحظات اللي جات على البرنامج، نعم هناك استهتار، نعم هناك عدم لاحترام القانون، لا يوجد اي احترام للقانون، ومطلب وجود تشريع خاص بالشاحنات. شكرا والى اللقاء.